ليس أحد يشعل مصباحاً ثم يغطيه، بل يضعه في مكان عال ليستنير به الداخلون. ليس خفي إلا وسيعلن، ولا مكتوم إلا ويعلم. فانتبهوا لما تسمعونه، لأن كل من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي يظنه له سيؤخذ منه. يا معلم، أمك وإخوتك واقفون في الخارج يودون رؤيتك. أمي وإخوتي هم من يسمعون كلمة الله ويعملون بها.